من الجزائر عبر الهاتف معي الصحفي زبير فاضل. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد فاضل. هل من معلومات إضافية، أي تطورات؟ وبغض النظر إذا كان في معلومات أو لا، ما العوامل التي نتوقعها، ما الاحتمالات كأسباب لهذا التحطم؟ مساء الخير لكل مشاهدي قناة الآن. أهلا وسهلا. بالتأكيد أنه الحصيلة النهائية اليوم هي 257 ضحية قتيلا، أغلبهم من العسكريين الذين كانوا يقلون الطائرة العسكرية من مطار بوفاريك نحو مدينة بشار. بالتأكيد أنه الأسباب الأولية تتحدث عن خلل في الطائرة التي تعد قديمة نوعا ما، فهي إليوشن أي ال 76، وقد تم تشييدها العام 1971، وهي بالتالي قديمه نوعا ما. وايضا هناك حديث عن انه العوامل المناخيه ايضا لم تكن مساعده في محيط المطار العسكري بفريق مع الرياح القويه، لكن قائد الطائره الذي توفي في عين المكان مع تحطم الطائره جنب كارثه حقيقيه بتوجيه الى الطائره نحو حقل وجنب المناطق السكنية والطريق السريع. نعم، بس تحطم عادي يعني بالأوساط كما تتابع سيد فاضل، ما في أي توقعات أخرى؟ يعني مجرد أنه طائرة قديمة، الطقس كان أيضا من العوامل كونه كان في رياح كثير وأمطار. لحد الآن لجنة التحقيق التي تم تنصيبها من طرف نائب وزير الدفاع الوطني القايد صالح في حادث هذه السقوط الذي يعد كارثة حقيقية في تاريخ الطيران الجوي الجزائري، لحد الساعة يتم ربطها بخلل تقني في الطائرة وبعوامل أيضا مناخية محيطة بهذه الرحلة التي كانت تقل أزيد من 250 راكبا على متنها. إلى الآن ننتظر أن يتم استخراج العلبة السوداء للطائرة وجمع كل البيانات المتعلقة بظروف الرحلة وبوضعية الطائرة أيضا. نعم، كله يتبين يعني كل التفاصيل كما قلت بعد إيجاد صندوق الأسود. شكرا لك من الجزائر الصحفي زبير فاضل.